فتعاوننا نحن الثلاثة، المجلس القومي للمرأة، طبعا الرقابة الإدارية، هيئة الرقابة الإدارية قامت بدور كبير جدا في تسهيل مهمتنا. طبيعة الدعم اللي قدم من قبل هيئة الرقابة الإدارية في دور كهذا يا أستاذ؟ هو طبعا يعني احنا بناخد البيانات بتاعتهم الاول السيدات، او نتاكد طبعا ملهاش اي مصدر دخل اخر، او هي في الاحتياج، وقامت بدعم متاح لبعض الحالات او من بين الاليات المكفوله ان تتواصل الحاله مع المجلس القومي للمراه في المحافظه التابعه ليها، ولا مش من بين الاليات المتبعه؟ بمعنى ايه؟ تقدم السيده طلب للمجلس القومي للمراه بان تكون مشموله ضمن هذه المبادره، ده من بين الاليات المتبعه؟ ده احيانا بيتم من خلال الجمعيات، وكمان في تعاون بيننا في طرف رابع كمان لا يجب ان احنا نغفله ابدا، اللي هم الجمعيات الاهليه، لان بنختار من السيدات المترددات على بعض الجمعيات الاهليه، والجمعيات الاهليه بتبقى عارفه ظروفهم واحتياجاتهم، فهي يعني هي نتاج لتعاون وشراكه ما بين اجهزه ومؤسسات موجوده في الدوله. هدفنا مش بس ان احنا ندي وثيقه امان بالمجان، ولكن احنا هدفنا نشر يعني لابعد من هذا، اللي هو نشر وعي الادخار، وعي التعامل مع البنوك، زي مثلا ممكن شهادات التوفير، فتح حساب حتى ولو لمشروع صغير، توعيتهم لكن كمان. الشريحه دي سعاده السفيره، يعني اذا كانت الشريحه اصلا من بين القواعد او المعايير المتبعه او المرعيه فيها الا تكون صاحبه دخل منتظم، ان تكون من اصحاب العوز والاحتياج، غير قادره اصلا على دفع قيمه الشهاده بالزبط. هل هذه الشريحه هتستهدف لفتح حساب بنكي؟ طبعا مش حساب بنكي وبس، كمان بعرفها طريقة الاستفادة من الخدمات اللي بتقدمها البنوك المصرية، اللي هي تاخد قرض صغير، تقدم فكرة معينة، والبنك يساعدها على تحقيق هذه الفكرة، سواء بالتمويل، سواء بالرأي، بالمشورة، بتسهيل الإجراءات. احنا دلوقتي في عصر يتطلب ان لابد انك ترفع من امكانيات وقدرات السيدة المصرية، مش ممكن حاسبها بس واقفة عند نقطة تلقي المعونة او المساعدة، لا، ده هدفنا. والحقيقة البنك النهاردة، البنك الزراعي، ادى السيدات قبل ما نقدم لهم الشهادات مجموعة من المعلومات، اعتقد كتير منهم هتنفعهم، وأبلغهم عن المقر بتاع البنك الزراعي، فروع البنك في محافظة القاهرة طبعا، بحيث إن أبواب البنك مفتوحة لأي فكرة، لأي مبادرة من حضراتهم ويساعدهم. السيدة اللي وجدت يد العوم بتمتد إليها على هذا النحو تصبح في إطار ما من الكسل أو عدم الرغبة في العمل، ما الذي يدفعني لمحاولة العمل حتى يمكن أن أفقد بعض الميزات التي قد تمنح لي باعتباري سيدة تعاني عوزا أو احتياجا؟ لا، وإحنا كنا حريصين جدا النهاردة قبل ما نديهم الشهادات، بنقول لهم الشهادات دي إحنا بنديها لكم كمساعدة، لكن لا يستطيع الإنسان أبدا أن هو يعيش حياته على المساعدة. إحنا بنفتح لكم طريق، بنطمنك على بكره شويه، يعني نخليكي ما تحمليش هم لو بعد 3 سنين، او لو حصل ليكي اي حاجه اولادك يروحوا فين، لكن ده مش معناه انك بس تنامي عليه، ولكن احنا بنقول لك ايه اللي ممكن تعمليه، وان احنا مستعدين نساعدك، بس الفكره لازم تكون من عندك، والبدايه لابد تكون من عندك. هذا النوع من التوجيه بيبقى مهم قوي قوي، انت بتدي خدمة وفي نفس الوقت بتحفز الشخص او السيدة اللي قصادك ان هي تفكر بشكل مختلف في المستقبل. على فكرة انا بعد حفل توزيع الشهادات النهاردة جالي تليفونات من الساعة 7 لغاية ما جيت النهاردة، بيسألوني انا عندي فكرة الفلانية اروح فين واعمل ايه. من السيدات اللي حصلوا على الشهادات؟ اللي حصلوا احنا استفدنا جدا. طب اروح فين؟ اسألها انت ساكنة فين؟ طب اقرب فرع للبنك مكان سكنك، وهكذا.
بالتوعية وبال يعني بإعطاء المعلومات أعتقد ممكن كتير. وبعدين قلنا لهم أنا مش بس بديكي الشهادة ليكي وبس، لا أنا عايزاكي تقولي لجارتك وقريبتك وصاحبتك، وفي من معارفك أكيد يستطيع أن هم يشتروا الشهادة. فإحنا عايزين نوسع القاعدة وبعدين نوسع مفهوم التعامل مع البنك. طيب في إطار سفيرة حضرتك تتحدثي عن محافظة القاهرة، ومحافظة القاهرة باعتبارها العاصمة وباعتبارها قلب الدولة لها خصوصية حتى في بعض الفئات من الفئات التي قد تصنف على أنها الأكثر احتياجا أو الأكثر فقرا، يمكن لبعض هؤلاء السيدات أن يتواصلن بالهاتف وما إلى ذلك، لكن هناك شريحة في أقصى صعيد مصر وفي النجوع وفي قرى وفي ريف مصر ربما لم يتصل علمهن أصلا بفكرة شهادة أمان، وبأن هناك 50,000 حالة من السيدات المعيلات ومن الشرائح الأكثر احتياجا قد يمنحن هذه الشهادات بالمجان. هناك شرائح قد لا يتصل علمها أصلا بكل هذه التفاصيل. المجلس القومي للمرأة بيتعامل معها ازاي؟ هو ده اللي بيعمله المجلس القومي للمرأة ب 27 فرع اللي موجودة في محافظات الجمهورية. وعلى فكرة احنا لازم نبتدي نغير مفهومنا عن المرأة في صعيد مصر وفي ريف مصر. لا يعني هي ما تفرقش كتير قوي عن المرأة اللي موجودة في القاهرة والجيزة يعني والإسكندرية. المرأة اللي في أقصى صعيد مصر اللي فقدت عائلها واللي بتكد لمحاولة أن تعتاش هي وأسرتها على ما يمكن أن يقيم سبل الحياة بتعيش حياة. عندنا نماذج رائعة لسيدات فقدوا أزواجهم أو هم العائلة.